اهلا بيك. مش اول مره ولكن جايين نقول لك المره دي الف مبروك بقى على اسم منتصف العمر. الله يبارك فيك يا حبيبتي. ترند كل يوم على جوجل. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شخصيه سلمى بالنسبه لك اول ما كان ايه النوتس بتاعتك اول ما النوتس بتاعتي على شخصية سلمى ان هي شخصية مختلفة وشخصية صعبة وتشالنجينج جدا جدا، يعني ان هي ازاي هقدر اقدم الشخصية دي وهقدمها تبقى عاملة ازاي وهتبقى ازاي حقيقية، ازاي الناس تصدق ده. حضرتك خايف منك وقت طويل، استعنتي مثلا دكتور نفساني عشان تعرفي مثلا المرضى تتوبوا او قعدتي مع لا لا ما قعدتش مع مدمنين او كده، بس انا حضرت لها طبعا، يعني قعدت مع استاذ كريم العدل وقعدنا ناقشنا في ان هو شايفها ازاي وانا شايفاها ازاي وكل الكلام ده. قريت بقى كتب عن المخدرات، المخدر اللي بيخش في جسم سلمى ده هيعمل لها ايه ويعمل ايه في مخها، هيحسسها بايه بالظبط في جسمها، كل الكلام ده مهم جدا. اتفرجت على دوكيومنتريز مثلا، فشفت حالات حقيقيه بس في دوكيومنتريز، لكن ما للاسف الفرصه ما اتاحتش ان انا اروح اتعامل مع حد مدمن بجد او كده. انت متعاطفه مع سلمى ولا؟ متعاطفه جدا جدا، لان انا عشت سلمى، عشتها، عشت حاسسها، عشت انفعالاتها، عشت كل حاجه هي ممكن تكون بتحس بيها، كسرتها وجعها ده حسيت بيه جدا جدا جدا، فمتعاطفه معاها جدا وبتضايق جدا لما بشوف حد بيتكلم عليها بطريقه مش حلوه اصلا. طب بيجيلك كومنتس على الفيسبوك او السوشيال ميديا بشكل عام عن انت ازاي ماسكه فيه؟ بيجيلي ايميلز والله العظيم، بيبعتوا لي ايميلز. ايه اغرب مسج جت؟ لا هي مش اغرب ولا حاجه، بس يا سلمى يا شمامه ابعدي عن عمر الله يخرب بيتك. لو يا جماعه يعني طب ليه؟ طيب يا ناقصه تخربوا بيتها ليه؟ يا يعني اصل بيتها ما عندهاش بيت اصلا، دي ضايعه. انت خربتي بيته اصلا مع مريم. هي متدمره. هو طب هي تعمل ايه؟ طيب يعني خربت بيته ايه؟ مش عايزه تخرب بيته ولا اي حاجه، هي عايزه البني ادم ده. انت تعالى يعني تعالى خليك جنبي، انت الامل الوحيد اللي في حياتي، لان هي ما عندهاش اي حياه. يعني خرجتي من شخصيه سلمى ازاي؟ شخصية مرهقة جدا، وحد بيعمل حاجة سيكولوجية بالطريقة دي بتبقى مرهقة نفسيا، خصوصا انتي تقولي ان انتي عشتي الشخصية. وليه خرجتي من سنة ازاي؟ خرجت منها، خدت مني شهور، ولسه لحد دلوقتي على فكرة ساعات برضو يعني بتيجي كده ساعات. بس طبعا فكرة ان انا ارجع اعيش حياتي وامارس حياتي بشكل طبيعي طبعا دي حاجة ساعدتني. اوكي فكره ان انا رحت ثيرابي، دكاتره برضو بتعامل معاهم، بروح اتكلم، بروح ده بيساعد، لان اي بني ادم عامه بيمر باي تجارب في حياته طبيعيه مش عيب ان هو يروح للدكاتره وان هو يروح ثيرابي وان هو يروح يتكلم، ان هو لو عنده اي تروما وعنده اي صدمه في حياته ان هو يشتغل عليها ويعالجها عشان يعرف يموف اون في حياته، يعرف يتعرض لمواقف تانية يعني ويتصرف فيها. افتكري ايه المصيبه اللي لسه ما شفتهاش مريم في المسلسل؟ افتكر ايه اللي لسه ما شفتوش؟ لا ما افتكرش، يعني انا ما هو كل حاجه في المسلسل كله مصايب. كل حلقه بتدور على المشاهد اصلا على طول. مشكله ثانيه هتعملوها على طول، مفيش تفاهم. هل اتعرضتي لحد قبل كده بالطريقه دي او حتى بطريقه مشابهه؟ لا خالص. لا 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 اتعلقت بحاجه مش شرط حد. لا لا يعني طبيعي ممكن الواحد يتعلق بحاجات عامه، بس بالمنظر ده لا. لا اتعلقتي بيه بشكل عام حياتك ما تقدرش تستغني عنه؟ لا انا متعلقه باهلي جدا مثلا. التليفون التليفون ما فيش حد فينا يقدر يستغنى عنه، يعني احنا لو تليفوننا ده حصل له اي حاجه او بقى مش معانا شويه هيبقى في مشكله يعني. بس انا بقدر اقعد من غير تليفون شويه، يعني مش من الناس اللي على طول ماسكه التليفون لا بحب اركز اكتر مع الحاجات اللي حواليا اكتر.